Give it to me like. يا السلام عليكم الدراري، مرحبا بكم، جاي لكم فيديو جديد. المهم قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم، شدوا معكم واحد لايك واحد سبسكرايب في القناه انستغرام ديالي تحت 10 بونك غادي واحد تخلو فولوني فيه الدراري. المهم الخوت، اليوم غادي نلعبوا مهنه مدرب. كنت ديجا بديت مهنه مدرب الحلقه الاولى من فولهام، ولكن ما غاديش نكمل للاسف الخوت. نقول لكم علاش، حيت في الجيم وصلت ل 2027 و2027 كاين شي لعابه اللي عمري ما عرفتهم، ما عرفت سميتهم، واللعابه اللي كنعرفوهم حنايا كاملين، اللعابه اللي مشهورين في العالم الخوت ومعروفين، عشاز الوسط فهمتي. يعني رونالدو ما بقاش، يعني شحال من لعابه ما بقاش. يعني 2027 رونالدو واش حيكون عندنا منهم، راه صافي يكون اعتزل رونالدو في 2027. كاع اللعابه تقريبا اللي ناضي اللي كنعرفوهم في هذ الوقت اللي عندهم 25 عام كذا بحال هكا، تلقى عنده 37. المهم تلقى اللعابه اللي كنعرفوهم، لعابه شرفوا وشحال من حاجه، غنلقاو شي لعابه اخرين كريين من الجيم، يعني شي لعابه ما معروفينش كاع. المهم دابا نكريو مدرب جديد الخوت، مدرب سميتي كيشبه ليا شويه الخوت. اول حلقه في مهنه مدرب الخوت، نتمنى تشوفكم كاملين. اسكاو ندخلوا الدراري، نبداو لي السميه ديالو، غادي نديرو اشرف كنيه. هادي فهمتي، يعني خونا هو الدولة، منين خونا حنا غادي نديرو مدرب ديالنا فهمتي، نديرو مغربي الصاط، نديرو مغربي. اوكي الخوت، درنا المدرب مغربي سميتو اشرف قاضي، نقدو ليه الوجه ديالو الصاط فهمتي. الدراري غادي نقدو ليه الوجه داكشي فهمتي، غادي نخليه فهمتي كيشبه عليه شويه. المهم الخوت نسالي هادشي ونرجع لكم. قالوا لي انشاء نادي ولا انشاء ولا نادي حقيقي، حنا بغينا نادي حقيقي. غادي نكملوا مع فولهام الدراري، كما خلينا مع فولهام، ودابا غادي نكملوا مع فولهام الخوش. غادي نمشيو للدوري الانجليزي، ولا كنمشيو للدرجه الثانيه، يعني غادي نمشيو لفولهام، غادي نطلعوها البريمير سيري. ليتس جو، هادي تكون اصعب مهنه مدرب، مهنه مدرب كتكون صعيبه على مهنه لاعب كما كتشوفوا الدراري. غادي نقادو هادشي. اوكي الخوش، قدينا هادشي كما كتشوفوا قدامكم، درنا 4 دقائق في الماتش، يعني 8 دقائق في الماتش تكون، وغادي تقدموا كما كتشوفوا الخوش، سالينا هادشي، وغادي نلعبوا في الدوري الانجليزي ممتاز الدرجه الثانيه كما كتشوفوا الخوت. الان جاهز للتالق؟ انا جاهز الصاد فهمتي، يعني هادشي خصنا نتحداو مع الخوت. او ماي جاد، ليتس جو. انا الخوت قاضي ازهر. اوكي الخوت، انا فرحان دابا حاليا كما كتشوفوا، كاين واحد الكؤوس خصنا نلعبوهم، وكاين كاس الدوليه الاوروبيه غادي نلعبوا. هاد الكاس الا ربحنا غادي نربحوا 6 مليون دولار تقريبا، غادي نلعبوا هاد الكاس اللي ضروري اللي غادي يقاد الميزانيه الفرقه. عندنا بزاف ديال الحوايج خصنا نقادوهم، خصنا نمشيو للمكتب نشوفوا شنو كاين الخوت. نشوفوا هذا هو المكتب الدراري. قالوا لي خاصك تلعب الكاس الدوليه الاوروبيه، مدير التنفيذي قال لي سوق الانتقالات وداكشي، كاين شحال من بلان الدراري. المهم كاينين شي وحدين خدامين معايا كيراقبوا اللعابه، كما كتشوفوا هادو هما اللعابه اللي كاينين حاليا، كاينين اللعابه اللي ناضين اخوت كما كتشوف. هادو خاصا كتشوف هادو هما اللعابه اللي كاينين اخوت في التيم ديالي، ما كاينينش شي لعابه ناضين، ولكن غادي نلعبوا شي ماتش باش نشوفوا داكشي كي داير. غادي نخليكم هادشي كما هو، ونشوفوا ديال الميزانيه اللي عندنا، ميزانيه الرواتب كما كتشوفوا هادشي مقسم على النص، ميزانيه الانتقال نطلعوها شويه، الرواتب نحطوها لهم الدراري شويه فهمتي، حيت دابا غادي نبغيو الانتقالات بزاف وداكشي، ونبيعوا اللعابه ونبيعوا شحال من حاجه. اوكي قالوا لي خلال جوج هاد المواسم عليك متعاقد مع 4 لاعبين شباب في الفريق الاول، يعني خصني نتعاقد مع 4 لاعبين شباب في الفريق الاول ونشركهم في 21 ماتش. وقال لك عليك تقرير اجور اللاعبين بمقدار 12000 دولار في الاسبوع، يعني خصني المقدار ديال اللاعبين خصو يهبط ل 12000 دولار، يعني ما نخلصهمش بزاف كما كتشوفوا الدراري، يعني هما كيتخلصوا بالسيمانه. هادي هادشي اللي كاين في الكره حاليا. كان يوم تدريب خصني نتريني باللعابه شويه الخوت، كما كتشوفوا اللعابه اللياقه ديالهم كطيح، ولكن الجاهزيه ديالهم كتطلع فهمتي، اللياقه طيح والجاهزيه تطلع، هادي عادي، خليهم يرتاحوا شويه وما يرتاحوا في الايام اللي دايزين. اوكي عندنا ماتش ضد جينوا، اوكي في الكاس غادي نلعبوا هذا الماتش الخوش، غادي نلعبوا حنا اللي غنتحكموا بداك الشيء. ليتس جو، ممكن ليا ندير محاكاه سريعه ونمشي، ولكن انا بغيت نتحكم بداك الشيء. اوكي ليتس جو، نديروا العاب المباراه نشوفوا داك الشيء كيدير الخوت. خسر ربحوا هذا الماتش ضروري ان شاء الله، ربحوه اللعابه ما عرفوش واش ناضين ولا عيانين. اوكي لعب صعيب الدراري باش نقول. اوكي نايس، واه كي لحنا. اوكي ليتس جو، واه كي تحكموش في الكره مزيان، ولكن ماشي مشكل. ليتس جو، انا كمدرب خليت الخطه كما هي، كما كان المدرب اللي قبل خليت لي الخطه ديالي وداك الشيء. اوكي لا ضاعت، واه جنوا الدراري ضاغطين علينا بزاف، ما عرفتش من ندير الصراحه، فرقه زوينه جنوا راه في بريمير سيري وقال لك الدراري في الدوري الايطالي. دابا كنشوفوا الفرقه الدراري فهمتي، كنحلوا الفرقه نشوفوا شنو اللي ناقصنا. انا كنشوف بلي الدفاع زوين شويه فهمتي، ما داروش شي جمال اللي ناضيه، الدفاع محكوم.
اوكي اخذيش كفرة ازلق علي ادخونه Let's go bitch بيش 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 اوه هدف اول اوه ماي جاد شكون هذا اجي بوستك الكاميرا بوسه ماركا بيش الخوش والعام ديالنا اوه مدافع دم زوين هذا لا 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 قلبني قلبني نايس مدافع زوين اوكي اوكي سير معلم 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 ناضي ناضي اوكي اخوت حنا في الميطه الثانيه يمكن تشوفوا رابحين جنوا الى بالي الماتش الجاي نقدر نربحوا راه نسكيبير اخوت اوكي سير اخي ديالي معلم 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 سي ديالك 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 لا لعبه زوينه اخوت بلا ما نكذبوا فولهام ناضي اوه ناضي غارديان الله يتا ناضي معلم ما غارديان بزاف غنخليه هذا يبقى هذا غادي يبقى هذا والله ما يتبع غنزيدو الصالير اوه لا ضاعت هادي شوف شوف انا خدامي يلا جرب جرب لا خصني ماركي خصني ماركي تشالج خصني ماركي تشالج لا اوكي الخوت تعدنا في هذا الماتش بزاف خطا الغارديان ولا خطا ديالي من لو مش غارديان انا عطيت الباس بالغلط الخوت المهم غادي نلعبوا الماتش الجاي خصنا نلعبوا نربحوا فيه ضروري حيت عندنا في هذا الماتش اوكي عندنا نقطه نقطه لواحد وداك الشيء الاخر ما عادش يكون عندنا اوكي اوكي ماشي مشكل حنا الرابعين واقيلا اوه حنا الثانيين ليتس جو ليتس جو اوكي عندنا هذا الماتش ضد معش الفرقه سميشة هذا الماتش ضروري نلعبوا نربحوا حنا بدينا اخوت الماتش الفرقه ما عرفتهاش فين كاينه ما عرفتش فين عايشين هاد والله روسيا ولا شي داك الشيء نعطي الكره ليه سير تعود ديالنا هذا هاكم ثلاث ناضيه ليتس جو بيت هذا بيت ما كنضحكوش سالينا الهضره المهم اخوت هذا اللعاب عندنا مازال صغير وناضي ما خصو يتطور هذا اللعاب يولي طالع في الريش ديالو يتولي فيه 90 هو كما شفت التصاور شي الفوق ماركا بيت واحد من جوج ماتشات او يا سلام غارديان خطير المهم اخوت سالت النقطة الأولى ربحنا فيها هذيك الفرقة في شكاير اخوش كريزي مان واحد قرب في مشوار صرحوا واه بيش بالراس لا وات ذا فاك شنو ذا براس اووو شوية اوكي خصنا نديرو حتى شي خطأ الخوش الشو كبيره غارديان اول حلقه وخرجت على راسي الصاد ليش انا هذا اللعب سي شو كي روا سير دير ليش انا بروس هذا بروس التسعود هذا خصني نحيدو والله واش نديرو واحد التبديل الفرقه بلي لعابه هي خصوصا التسعود هذا مش خصني تحيد ندخل واحد اخونا مازال صغير وكذا واو سحبني بيش كنقول صافي ليش انا هذا اللعب وحق الله ولي ولي على بيش اوه لا 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 الهربة الهربة هدف اسطوري من عند كيبانو خلي هذا عند دخلته وقيله لا ماركا الاول ماركا الاول خصنا نزيرهم خليهم شي ماركي والدراري الثاني يتعادلوا معانا لا 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 هذاك يبان ليا بيش الحمد لله ماشي بيش لا مش قلت لي بيلانشي لازم ماشي بيلانش قلع 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 حيد لي حيد لي صافي عشقني 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 داك الحكم وصلت بحال شريته اوكي ليتس جو الدراري ربحنا هذا الماتش دابا يكون عندنا واحد 4 نقط ديالنا جينا وتعادلوا عاوتاني ولكن هذاك برلين ما عرفش يدير برلين شد عنده 6 نقط اوكي بلان بلان زوين خصنا نحاولوا الدراري نسكيبيو قبل الماتش اوكي ندير واحد المحاكاة سريعة ضد الفرقة الصاد ان شاء الله نكونوا رابحين اوكي تعادلنا ماشي مشكل مزيانة نكونوا حنا الاولين في الترتيب ولا الثاني اوكي وصلنا للناس في النهائي الخوت كما كتشوفوا غادي نلعبوا ضد برانشفورد الدراري برانشفورد واقيلا كاين في الدرجه الاولى ولا الثانيه ما عارفش ولكن غادي نلعبوا ضدهم خصنا نشدوا عليهم ليتس جو اوكي كما كتشوفوا اللعابه جداد كاين هنايا الدراري لعابه ناضين الخوت كما كتشوفوا هذا كاين في توتنهام الدراري سي بي نقدروا نحتاجوا هذا حاليا انا خاصني شي سترايكر حاليا كنفكر في شي سترايكر في اس تي كون زوين اخوت هو اس تي هذاك دا تبغي ناخذ هذا الدراري اش بان لكم هذا من الانجليز سميتو اليسيمس لاطام باش يراقب هذا اللعابه
العباده غادي نشوفوا الله يراقبوا يمشي يراقب داك خونا مزيان. المهم السترايكر خصو يتراقب وصافي نشوفوا بلانو كيداير واش يصلح لينا ولا لا. احنا بدينا ماتش ضد برينتفورد نشوفوا واش غادي نديروا معاهم. برينتفورد دا علاش هما كيلعبوا قال معانا في الدرجه الثانيه من الدوري الانجليزي ما متاكدش 100% وقال لك هاد الفرق اللي لعبنا ما مقر الدرجه الثانيه ما متاكدش. برينتفورد الدراري كيلعبوا شي في الدوري الانجليزي تنشدوا عليهم فهمتي تيلعبوا برينتفورد. ليتس جو ناضك هجمه وحده سالينا معاهم ميتروفيتش مشي ضحكش الصاد تشيريته بواحد التير الهرب تنقول ما يمكنش تماركه هذه ولكن تماركات. يلا برينتفورد الدراري بغاو يجيبوا التعادل ولكن ما نخليهمش. معلم غارديا ناض عيا عندك كونتر اتاك ناضي في الفرقه لا 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 نادي بزاف التسعود حقر شوف الاول الله يتحقر شوف ميتروفيتش ياك نادي عنده واحد التير زوين طوف اي بوزيسيون كيما كانش كيتيريها اوكي الخوت سالت الميطه الاولى للزيرو تبان لي اخوتي نسكيبي هذا الماتش تبان لي غادي نربح 100% نسكيبي هذا الماتش الدراري حيت رابح نمشي ولا نديرو بلاش محاكاش اوكي محاكاش اخوتي علاش كون ناضي الدراري انتقلنا للنتيجه نيشان ربحنا 2-0 الدراري كما كتشوفوا هما داروا استحواذ 63% حنا 37% ربحنا الحمد لله. دابا ندوزو النهائي القرن الدراري نشوف واش غادي يدير مع من النهائي غادي يكون نهائي الدراري ضد بارد الوارد اوكي نهائي ضد بارد الوارد اخوت نديرو واحد الخطه ديال التطوير باش نساعد اللاعبين يمشي يطوروا الامكانيات ديالهم وداك الشيء. اوكي ناري اللعاب ديالي عيا مساكن اوكي نطوروا شي لعاب لان نحتاجو التطوير ديالو داك اللعاب اللي عجبني الخوت فين هو داك اللي قلت لكم ناضي خصو يتطور وكذا فين هو ها هو هذا ناضي تطوير اوكي انا نطور هاد اللعاب مزيان هاد خونا كيلعب سي ام نديرو هداف ديال ما فهمتش اوكي نديرو وسط نديرو هكا ليتس جو متوازن صانع العاب اوكي كيلعب سي ام وسط مهاجم هادي زوينه وسط مهاجم زوينه نلعبو ضد بارد الوالد اللعاب خصهم يرتاحو وكذا نديرو يوم تدريب اللياقه كطيح اخوش بزاف ما فهمتش الدراري اللي كيفهم في اللياقه يقول لي في الكومنتير ما عرفتش كيفاش نطلع لهم اللياقه البدنيه ديالهم ما فهمتش كيعياو بزاف. المهم دابا غادي نلعبو النهائي ضد بلد الوالد ليتس جو اوكي اللياقه طلعت شي ترتاحوا شويه برد الوالد الدراري خصنا نربحوهم ليتس جو باش نديرو معاهم كاين اليميق الخوت اللاعب المغربي برد الوالد في نهائي القرن ليتس جو اوكي ليتس جو فولام ديالكم هاد الكاس برد الوالد راه ناقطه ناري اوكي اوه صاحبي بيج المهم يعني مدرب خصني نقاد الفرقه يعني خصني نلعب الماتشات اللي مهمين الماتشات اللي ما ديما ندير بهم ما غاديش نلعبهم انسكيبيهم هاد الماتشات النهائي وكذا هادو خصني تلعبو فهمتي ما خصنيش نضيعهم. تسعود عندي ناضي ويلي على فيوتش الصاد واحد الباس بعد عطيت بوتلاش راه ميمكنش بوتلاش فرعت شاف المانيط مالو اورجو هادي اورجو ما فهمتش والو الصاد. اوكي الدراري سالينا المطا الاولى بواحد الواحد كما كتشوفوا تعادلنا في اخر دقيقه تعادلوا معنا ولاد الحرام ولكن خصنا نطري هاردي ونزيرو معاهم مزيان ميطا الثانيه كما كتشوفوا الفينال ما نزيروش ديك 6 مليون دولار غاتنفعنا بزاف. ناري شطاع ناضي ويلسون وبارد وارد اخوت كيحاولوا ولكن نتوما عندكم اليميق فهمتي اليميق يخرج عليكم ما يمكنش بارد الوارد ما يمكنش ما بغيتش نمشي لاشوط اضافيه وبيلانتيات ايش غادي نخسر فيهم حاجه باين سنحاولوا الدراري ماركيو في اخر دقائق مثلا 10 دقائق سنحاولوا ماركيو فيها لا ماركو او ماي جاد ميمكنش بارد الوالد اخوت ربحوا داو الكاس ما عندي كي ندير اخوت كما كتشوفوا تعادلوا معنا في اخر الدقائق وماركو التاج في اخر الدقائق اوكي صعيب هذا الماتش الصراحه والله شي صعيب مازال ندير هما اخوت هادشي